اهلا بكم قراء ومتابعي اليوم السابع، اهلا بكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. احنا النهارده في المتحف الحيواني اللي موجود بحديقه الحيوان بالجيزه، المتحف اللي تم افتتاحه 1906، متحف قيمه كبيره طبعا هنشوفه من جوه. كل الحيوانات اللي موجودة على الحيطان هنا محنطة. نبتدي الجولة. الدكتورة فاتن قبيل مدير المتحف الحيواني بحدائق الحيوان، الأول بنرحب بحضرتك. كنت عايز حضرتك تكلمينا سريعا كده عن المتحف هنا والأشهر الحيوانات اللي فيه. عندنا أكبر الثدييات، عندنا هيكل عظم الحوت دوت وجد على شاطئ البحر المتوسط في سنة 1932 وجي واتحط في المتحف. في عندنا بيلي طبعا الفيل، عندنا هيكل عظم الفيل آسيوي، وفي طبعا بعد كده وحيد القرن، وفي فرس النهر، وفي أطول الثدييات على الإطلاق اللي هي الزراف. دي مجموعة من الهيكل العظمية، في منها طيور وفي مجموعة كبيرة. بنعمل تدرج طبعا في الثدييات، الحوت وبعدين الفيل وبعدين الخرتيت وبعدين فرس النهر. وطبعا بيتم حاليا ان احنا بنحاول وضع لكل هيكل عظمي الحيوان المحنط بتاعه. كان حطينا اخيرا هي المحنط للخرتيت الابيض الجنوبي اللي كان في الحديقة اللي هي عزيزة، تم وضعها هنا في المتحف. وطبعا بعد كده هيتم وضع الفيل نعيمة بجوار الهيكل العظمي الخاص بيه. يعني اخر المحنطات هو وحيد القرن. ايوه تمام تمام يا فندم، بشكر حضرتك جدا. زي ما انتم شايفين قراء ومتابعي اليوم السابع، هنا ده فرس النهر. هنا في المتحف وانت بتتجول كل حاجه بيبقى مكتوب عندها فيها تعريف عشان اللي عايز يعرفها. طبعا هنشوف عروسة البحر، هنشوف الجربوع، هنشوف الحيوانات او اسمه العلمي اليربوع. طبعا احنا شايفين الحاجات اللي فوق المحنطة دي. طبعا دي كلها في منها موجود بره في حديقة الحيوانات، الزرافة والكبش القروي والغزلان. وده هيكل عظمي لنعامة، وزي ما قلنا ووحيد القرن اللي موجود ده، دي عزيزة أقدم وحيد قرن كان موجود في الحديقة، اتحنطت وبقت موجودة هنا. وقريب إن شاء الله هيتم الانتهاء من تحنيط الفيلة نعيمة. خلينا ناخدكم في جولة لحد ما نشوف عروسة البحر. هنا طبعا أنواع الطيور، الطيور المختلفة. هنا كل دي محنطات تعبان الكبير ده طبعا متحنط. الطاووس بجماله وريشه وألوانه. في التماسيح، تمساح النيلي. دي طبعا الطيور الجارحة تم تحنيطها ووضعها في شكل كأنها بتاكل فريسة. طبعا اللي على الأرض دي مش فريسة حقيقية، هم الحقيقيين، لكن الفريسة طبعا لأ. زي ما احنا شايفين في البوم، في حاجات، في طيور كتير جدا. حد بيقول فين المكان؟ المتحف الحيواني موجود
داخل حديقة الحيوانات بالجيزة. بوم وصقور هنخش هنا الممر ده. هنا في تعبين، هنا كل الحيوانات اللي هتشوفوها حقيقية محنطة. دي الكوبرا المصرية، تمساح، وارل نيلي، كبش قروي. طبعا زي ما انتم شايفين خلال فترة كورونا كان تم وضع العلامات عشان الناس تقف بعيد عن بعضها. في هنا غزال، غزال الريم، ده الذئب المصري. ده النمر السيناوي. وده قط الأحراش. وده قط رملي. والمفروض القط الكبير ده اسمه أم الرشات. دي بقى الصقور والنسور. هنا ده العقاب. طبعا هنا اي طيور ممكن تتخيلوها موجودة جوه المتحف. هنا طبعا، وفي علامات هنا عشان ممنوع اللمس. ده الصقر. في حد بيقول العروسة فين؟ احنا هنروح لعروسة البحر الحقيقية دلوقتي وهنشوفها. ده هيكل عظمي لشمبانزي. ده هيكل عظمي لنسناس. وده طبعا مجسم لهيكل عظمي الإنسان. الناس كلها العروسة فين، العروسة فين؟ فاحنا رايحين والله لعروسة البحر، بس في دورها. الناس بتسأل على عروسة البحر، محدش سأل على الجربوع. حيوان برضو مميز على فكرة. ده الضب المصري، ده الضب سيناء. دي الإجوانة. دي السحلية الأمريكية. هنا سلاحف. دي السلاحف السودانية. دي سلحفة يونانية. طبعا في سلحفات كبيرة جدا اللي هي في النص دي موجودة، اسمها سلحفات الفيل. في هنا ترسة اللي هي برضو من انواع السلاحف. هنا التدرب تقريبا حسب الحجم، كأنهم ماشيين ورا امهم. هنا بقى ايه، سمكة القرش.
دي الشعاب المرجانية. التماسيح بقى معاها مش كده؟ ده تمساح قطور أمريكي. دي بقى بنادق الصيد. صور الملك فاروق في حديقة الحيوان. طبعا يا جماعة حديقة الحيوان من أقدم الحدائق وأعرق الحدائق في العالم، تاريخ كبير جدا بيحتويه المتحف ده من تاريخ حديقة الحيوان. هنا تمساح، أكبر تمساح في حديقة الحيوان كان موجود، التمساح النيلي. ده حجمه كبير جدا يا جماعة، لو هبعد كده كبير جدا جدا. احنا لازلنا في رحلة البحث عن عروسة البحر. طيور، هنا الجربان والعصافير. يعني حتى الطيور دي في والعصافير دي في كتير منها بنشوفها عادي في الشارع، موجودة هنا عشان التاريخ يبقى معروف ايه الطيور اللي مرت في مصر، كانت موجودة وعايشة في مصر. ده أبو قرن أبيض البط. الطيور هنا جميلة أوي. دي البغبغانات. طبعا هنا الطيور أشكال مختلفة، كبير وصغير، كل أنواع الطيور موجودة. طبعا يا جماعة يعني عقاب ملكي، يعني هو لو مش ملكي برضه يستاهل اسم كبير جدا. عقاب اسود افريقي. وده نسر. من هنا بتطل على المتحف بالكامل تحت. ده بطريق أفريقي.
ده بط ووز كده. ده انواع البيض المختلفة. اكبر بيضة دي اكيد اللي هي طبعا بتاعت النعامة. عايزين نأكد تاني ان الطيور والحيوانات اللي بتشوفوها دي حيوانات وطيور محنطة. هننزل تاني بس انا عايز اكد ان هو الناس اللي بتطلب ان احنا عايزين نشوف عروسة البحر، وانا عايز اشوف عروسة البحر على فكرة. هي الممر زي ما انتم شايفين كده في اتجاه، يعني نمشي ازاي. نبص بس عشان فيني حاجة عديناها الفراشات. مفيش هنا حاجة مرسومة يا جماعة، كل ده حقيقي. حد بيقول اسم المتحف ايه؟ ده المتحف الحيواني داخل حديقة الحيوان بالجيزة يا جماعة. نمشي ازاي؟ تمام. تعبين. ليه تعبين يا جماعة؟ أصل ماليزية. دي أفعى الخرتيت. قربنا جدا على عروس البحر. هي هنا موجودة هنا. خلينا نشوفها فين. ده سبع البحر. ده أوز كندي. هنا دي يعتبر ايه، حتى المكان هنا المفروض ان الحاجات اللي بتعيش في المناطق البارده، فهنا دي الحاجات اللي بتعيش في المناطق البارده. هنا نورس فضي. دي الفقمه اوز ثلجي. سبع البحر. عروسة البحر يا جماعه، انا مش عايز الناس تتصدم بس فعليا هي دي عروسة البحر، مفيش غيرها. هي دي عروسة البحر الحقيقية. ومعاك بعدها في البطاريق، بجع رمادي، بجع ابيض. لسه طبعا هنروح هنشوف في القرود دي، هنجيلها في اللفة دي. القرود ده قرد عنكبوتي، في منه موجود في الحديقة برا. دي طيور بغبغاوات. في حد بيقول عايزين الجربوع، هنوصل له.
أكيد دي طبعا طبعا الممر ده بيحيط بيه من الجنبين كل رؤوس الحيوانات المحنطة. دي طبعا لما الحيوانات دي لما بنشوفها سبحان الله طبعا انواع كتير ومفيش نوع يشبه التاني. ده انسان الغاب موجود طبعا في الحديقة. طيب خلينا نروح سريعا للجربوع عشان الناس طلبته برضو زي عروسة البحر. طبعا احنا شايفين هنا الكونغر وده اكل النمل. دي بقى الأسود والنمور والفهود كل الحيوانات اللي عاشت في حديقة الحيوانات. دي الأشبال. دي عزيزة واحدة القرن كنا قلنا عليها. ده فرس النهر. احنا دلوقتي في اتجاهنا مباشرة عشان نشوف الجربوع اللي هو اسمه الحقيقي اليربوع واللي الناس بتستخدم اسمه ويمكن في ناس بتستخدم اسمه فعلا من غير ما تعرف شكله ايه. طب يا جماعة جربوع مصري صغير هو ده الجربوع. في حد بيقول عايزين نشوف الفهد والنمور. هنشوفه. في ناس برضو بتقول عايزة تشوف طبعا دي جولة سريعة للي ما قدرش يخرج النهاردة. فاحنا في اليوم السابع في فقرة ثالث يومك بنفسحك بنحاول يعني ايه بنقدم فقرة ترفيهية كده يا رب تنال اعجاب الناس اللي ما شافتش عروسة البحر. انا اسف ان لو كان هو مخيب للظن والناس تخيلت عروسة البحر بشكل تاني بس هي دي عروسة البحر.
هنروح بقى عشان نشوف الأسود والفهود المحنطة في المتحف ده. شمبانزي، كل القرود وإنسان الغاب والحاجات دي كان ليها أسامي، وكان والحراس زعلوا عليها جدا، زي الفيلة نعيمة اللي قريب هتيجي متحف الحيواني، كان الحارس بتاعها كان عيط يوم ما مات. يعني كل حيوان هنا الحراس بتاعهم بيبقوا مرتبطين بيهم بشكل شخصي، لأن هما بيربوهم وبيعيشوا معاهم كل يوم. ده أسد أفريقي، ده النمر المنقط الصغير، ده نمر أسود، ده قط سرفال، باندا حمراء. الثلاثة دول الراكون، طبعا دول الدببة. زي ما قلنا في الأول ده هيكل عظم الحوت. وبكده نكون خلصنا فقرة ثلث يومك النهاردة. أرجو تكونوا استمتعتوا معانا. كنت معاكم أسامة طلعت، بشكركم على التعليقات الإيجابية، وياريت لو حد عايز نزور أي حاجة تانية عشان هو حابب يشوفها يقول لنا في التعليقات. بشكركم جدا.